نظمت حلقة عبد الله بن عباس مناسبة دينية بحضور عدد من الدعاة وطلاب العلم. محمد عثمان بشير. إن هذا اللقاء الدعوي الذي نظم من قبل حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية وحضرها عدد لا بأس به من الأئمة والدعاة وطلبة العلم، الغرض منه هو توجيه المشاركين حول أهمية الدعوة إلى الله وكيفية الاستعداد لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عادة ما يحتفى به ليلة 12 من ربيع الأول، حيث قد نظم هذا اللقاء ضمن إطار الرحلات الدعوية التي تنظم من قبل حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية، وأنها تعد رحلات دعوية أكثر من أنها ترفيهية، ذلك ما جاء على لسان الأمين العام لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية الشيخ أحمد محمد صالح. وقد شهد هذا اللقاء كلمة من قبل المرشد الروحي لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية الشيخ صالح محمد رمضان، والذي حث فيها المشاركين على ضرورة الالتزام بأمور الدين وتوعية المجتمع بالتعليم الإسلامي الحميدة. هذا وقد شهد هذا اللقاء مداخلات عدة بالإضافة إلى تلاوة العديد من ختمات القرآن الكريم والمدائح النبوية الشريفة. الله ربنا الله حسبنا. بهذا الخبر الديني ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.